تتوسع دائرة المناطق التي سيطرت عليها قوات عملية نبع السلام شرق الفرات، وذلك بعد 3 أيام من انطلاقها. وزارة الدفاع التركية أعلنت بشكل رسمي سيطرة قواتها وعناصر الجيش الوطني السوري على مدينة رأس العين الاستراتيجية. الجيش الوطني الفيلق الثاني الفرقة الثانية على مداخل رأس العين. أكثر من 20 قرية وبلدة شرق الفرات هي حصيلة المناطق التي أعلن الجيش الوطني السوري سيطرته عليها حتى ساعة إعداد التقرير. مراسل حلب اليوم قال إن الجيش التركي قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع في مدينة تل أبيض، قصف تزامن مع دخول أرتال عسكرية للجيش الوطني السوري إلى الأراضي السورية من جهة الحدود التركية. على الضفة الأخرى، تتعرض المناطق المتاخمة للحدود في ولاية شانلي أورفا لقصف من قبل قوات يبيجي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي دفع السلطات التركية لإخلاء تلك المناطق بحسب ما ذكر مراسلنا في أقجة قلعة. خسائر قسد منذ انطلاق عملية نبع السلام بحسب وزارة الدفاع التركية بلغت 415 عنصرا، قالت الوزارة إنها حيدتهم. أما قسد فقد قالت على معرفاتها الرسمية إنها قتلت 262 مقاتلا من الجيشين الوطني والتركي، أعداد قال مصدر في الجيش الوطني السوري لحلب اليوم إنها غير دقيقة، موضحا أن حصيلة قتل قوات نبع السلام بلغت 6 مقاتلين من الجيش الوطني إضافة ل4 من الجيش التركي.